السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله انتهينا من تركيب المطبخ اللي احنا فكيناه ده، مطبخ مركزي المطعم. المطعم مشهور طبعا، مش المرة يسمع عشان خاطر ايه المنع صاحبه اللي عايز كده. فدلوقتي احنا عندنا هنا دوت المطبخ ده اتفك من شوية، يعني النهارده المطبخ ده اتفك ورجعنا ركبناه تاني. احنا عرفنا الخطأ بتاعه، الصح بتاعه الجريلا ركبت بالشكل الطبيعي بتاعها، ركبناها على جل تراب، ركبناها على جل تراب تمام كده، ولغينا بقى الشبكه العنكبوتيه اللي هي كانت سبب تبع الامر جنبي في الموضوع، والمجرى اشتغلت على الورق الطبيعي الصحيح بتاعها. دلوقتي عايزين نقول ما هي فائده الجل تراب. الجل تراب فائدته حادث مائي مانع للروائح الكريهه داخل المبنى، داخل العماره، داخل الفيلا، داخل اي مكان عندي تيار خفيف اللي هي المايه الخفيفه، لازم ترمي على جل تراب، ما ينفعش ترمي بالشكل الطبيعي على بره. تاني حاجه حاجز للاتربه، الحاجات الصلبه اللي نازله من الحوض، الحاجات الصلبه اللي بتنزل معاك من الحوض ما تخشش على غرفه التفتيش مباشره. بتقف عند الجل تراب عند الحاجز المائي اللي هو الباب دوت. ده الحاجز المائي اللي هو احنا بنتكلم عليه، بيوقف اي حاجات صلبه، اي حاجات تقيله تقف فيه عشان ما سدش غرفه التفتيش الخارجيه من بره. ثالث حاجه ان هو سهوله التنظيف بتاعه، سهل ان انا انضفه كل شويه او الفتره دي كلها، وما بيعملش بقى ريحه وقت الحاجات كلها. ده رقم 3.